السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى السادس، درس اليوم النسبة المئوية. قبل أن نمر إلى الدرس سنعرف النسبة المئوية. النسبة المئوية le pourcentage هي عبارة عن علاقة رياضية تستعمل للتعبير عن أي عدد بصورة عدد كسري مقامه 100، نرمز لها بالرمز التالي. عندما نقول أن نسبة النجاح في البكالوريا هي 85%، يعني أن كل 100 تلميذ نجح منهم 85 تلميذاً. إذن 85% تسمى النسبة المئوية وتقرأ 85%. يمكن كتابة 85% على شكل كسر عادي مقامه 100، أي 85 على 100، أو على شكل عدد عشري 0.85. إذن نستنتج مما سبق أن 85% تساوي 85 على 100 وتساوي في نفس الوقت 0.85. مثال: 45% ستساوي ماذا؟ إذن 45% تساوي 45 على 100 وتساوي 0.45. سنمر الآن إلى تطبيقات على النسبة المئوية. إذن عندما نمر إلى إنجاز التمارين سنجد ثلاث حالات. الحالة الأولى هي عدد يمثل الكل، نسبة مئوية معلومة، والمطلوب هو إيجاد العدد الذي يمثل النسبة المئوية. إذن سنمر إلى المثال الذي سنبين فيه هذه الحالة. مثال: نجح في امتحان الإعلاميات 75% من التلاميذ وعددهم 36 تلميذاً. إذن ما هو عدد الناجحين؟ لدينا هنا نسبة الناجحين ولدينا العدد الكلي للتلاميذ. الحل سيكون 36 في 75%. إذن سنقوم بضرب 36 في 75 على 100، لأننا نعرف أن 75% هي 75 على 100، سنجد 27. إذن 27 هو عدد التلاميذ الناجحين. سنمر الآن إلى الحالة الثانية. إذن الحالة الثانية يكون لدينا عدد أول وعدد ثاني، والمطلوب هو إيجاد النسبة المئوية التي يمثلها أحد العددين. سنتعرف الآن على هذه الحالة في المثال التالي. عدد مقاعد قاعة السينما 500 مقعد، من بينهم 150 مقعدا فارغا. ما هي النسبة المئوية التي تمثلها المقاعد الفارغة؟ إذن المطلوب هنا هو البحث عن النسبة المئوية التي تمثلها المقاعد الفارغة. لدينا العدد الكلي للمقاعد 500 مقعد ولدينا عدد المقاعد الفارغة. لاحظوا جيدا كيف سنقوم بحساب النسبة المئوية في هذه الحالة. لحساب النسبة المئوية سنقوم بقسمة عدد المقاعد الفارغة على العدد الكلي. سنقوم بقسمة 150 على 500 وسنحصل على 0.30، و 0.30 تساوي الكسر 30 على 100، أي النسبة المئوية التي تمثلها المقاعد الفارغة هي 30%. إذن 30% هي نسبة المقاعد الفارغة. الحالة الثالثة. إذن الحالة الثالثة يكون لدينا عدد ولدينا النسبة المئوية التي تمثل ذلك العدد، والمطلوب هو إيجاد قيمة العدد الذي يمثل الكل. إذن سنتعرف على هذه الحالة في المثال التالي. نجح في امتحان اللغة العربية 18 تلميذا. ما هو عدد تلاميذ القسم إذا علمت أن نسبة الناجحين تمثل 75%؟ إذا لدينا هنا عدد التلاميذ الناجحين ولدينا النسبة المئوية التي تمثل هذا العدد. إذا كيف سنجد العدد الكلي لتلاميذ القسم؟ لاحظوا جيدا. لإيجاد العدد الكلي لتلاميذ القسم سنقوم بضرب 18، أي عدد التلاميذ الناجحين، في 100 على 75، أي مقلوب النسبة المئوية 100 على 75، وسنحصل على 24. إذن سنضرب 18 في 100 وسنقسمها على 75 كما تعودنا، سنحصل على 24. إذن 24 هو العدد الكلي لتلاميذ القسم.
إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا إلى هذا اليوم، وإلى اللقاء في درسي القادم إن شاء الله.